السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ديالنا دابا ان شاء الله غادي نشوف معكم ديكونتور موديل 8 اللي كنت معكم في الفيديو رقم 25. دونك هنا نحاولوا ناخذوا لي كومبوزون ديالنا. اول واحد اللي غادي نحتاجو هو الباسكول اللي كاين في السيركوي انتغري 74 74، اللي هو الباسكول دي. خدينا هذا بالضبط علاش؟ حيت هو اللي كيكون عنده لونطري ديالو فيها يعني ديال الاورلوج خدامه في الحاله ديال فخون مونطون. نحتاجو ايضا الديكودور 74 47 اي لافيشور 7 سيغمون عندهم انود كوما. نحطو هنا الباسكول ديالنا الاول حدا الباسكول الثاني اي الباسكول الثالث. ناخذ الديكودور ديالنا ونحطو حدا هنايا لافيشور. نحاولوا دابا نبرونشيو يعني هاد الديكودور ديالنا مع لافيشور 7 سيغمون. نعطيو لافيشور ديالنا لاليمونطاسيون باش يخدم. تري بيان. دابا كما قلنا خاصنا نحاولو نقادو ديكونتور. دونك هنا عندنا الباسكويل دي باش يعكس الايطا ديالو، خاصنا نبرونشيو هاد لونطري ديال دي مع لا سورتي كوبار. هنا حتى هو نفس الطريقه، هنا حتى هو نفس الحاجة اللي غادي نديرو، يعني لا سورتي لونطري دي مع لا سورتي كوبار. ناخدو الجهاز ديالنا ديال الأورلوج، بحيث أننا غناخدو هاد لونطري ديال الأورلوج ديال الكلوك نبرونشيوها مع الجهاز ديالنا. حنا بغينا نصاوبو الديكونتور وعندنا الباسكول كيخدم في الحالة ديال فخون مونطون. دونك اللي غادي نحتاجو هو لا سورتي كو عادية. هنا حتى هو ناخدو نفس الحاجة، الكو نبرونشيوها مع لونطري ديال الأورلوج ديال الباسكول الثالث. بقى لينا دابا غير نبرونشيو يعني هاد لي باسكول ديالنا مع ديكودور. دونك كنشدو هادي اللي كتسمى بلا سورتي كي سي، نبرونشيوها مع لونطري سي. غادي نحاولو نشدو دابا هاد بي، نبرونشيوها مع لا سورتي كي بي، وهنايا هاد لونطري ا نبرونشيوها مع لا سورتي كي ا. غادا تبقى لينا هنايا هاد لونطري دي، غادي نعطيوها لا ماس، حيت هادي كتكون خاصة يعني ديال الباسكول الرابع. حنا الباسكول الرابع ما كاينش عندنا. دونك تري بيان. دونك هكا كنكونو صوبنا يعني الديكونتور ديالنا موديلو 8. نحاولو نتيستيوه. دونك كيما كتلاحظو معايا بدا كيحسب لينا بطريقة تناقصية، كيوصل لرقم 0 وكيرجع لرقم 7. دونك هذا ديكونتور موديلو 8 ا باز دي باسكول دي اكتيف سور فرون مونطون. يلا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. كان عندكم شي سؤال يمكن لكم تخليوه ليا في كومونتير، وما تنساوش دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، الاشتراك في القناة ومشاركة الدروس مع الاصدقاء ديالكم. يلا تحياتي لكم
وإلى فيديو مقبل بإذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.